افكار كتير بتستلزم ان احنا نرسم فيها عالم بيرفرف، ومهم جدا انه يكون بيرفرف. فبدل ما انت بترسم العالم اللي بيرفرف عبارة عن مستطيل جامد عاوز تديله حتة حياة شوية، فاحنا هنديلك شوية تفاصيل هتنقل ان شاء الله الرسمة بتاعتك. بدل ما هو عالم عبارة عن مستطيل او مربع زي ما انت بتعمل ثابت، لا هنديله تأثيرات تبين لك ان هو بيرفرف فعلا. فاحنا عاوزين نوصل للحتة دي، بس نشتغل عليها كتير جدا. مهم جدا ان انت تتمرن عليها كتير، ومهم جدا ان انت تتفرج كتير. هنشتغل بشكل بسيط جدا زي ما احنا متعودين مع بعض من الاول، بدون تعقيد، بخطوات بسيطة جدا. بس انت هات ورقة وقلم وابتدي اشتغل معانا. وبالنسبة للناس اللي بتسأل ازاي ارسم عالم بيرفرف، يا رب يكون الفيديو ده اجابة كويسة للسؤال بتاعك. اول حاجة برسم العصاية اللي فيها العالم، طبعا تكون بميلان كده شوية، وبعدين برسم المنحنى بتاع العالم بتاعي. انا عملت الشكل ده، فلازم اعمل شكل من تحت يرد على اللي فوق، وبعد كده اوصلهم ببعض. ده ابسط شكل خالص لعالم بيرفرف. وبعد كده بترسم الالوان اللي جوه، بتكون بنفس المنحنى بتاع اللي فوق واللي تحت. بعد كده بقى بتلونها حسب بقى اللون اللي انت بتستخدمه، او حسب العلم او الشعار اللي انت بترسمه. ده منحنى بسيط جدا. تعالى مثلا ناخد ايه شكل اعقد شوية. تعالى بس نحدد التخانة بتاعت العصاية دي شوية، تمام. بعد كده بعمل شكل يعني ايه مختلف شوية، معقد شوية عن الاولاني، في منحنيات كتير. بعمل المنحنيات اللي تحت تكون بترد على اللي فوق، يعني هي ايه تكون بنفس الشكل الى حد ما، يعني على قد ما تقدر تخليهم ايه شكل بعض. كذلك الخطوط اللي هي في النص اللي احنا بنعملها دي. تعالى ناخد ايه شكل يعني برضو في تفاصيل اكتر. يعني احنا هنا في الاولاني عملناه كله اللي هي الراية ملزوقة في العصاية على طول، لا احنا هنعملها مربوطة من فوق ومن تحت، فهي ايه من النص كده متسابة، مش مربوطة في العصاية دي قوي. وهعمل شكل كده اللي هو المنحنى اللي هو مع الرياح. طبعا مهم جدا ان انت تبقى محدد اتجاه الرياح فين، يعني ما ينفعش يعني مثلا ايه ممكن في فكرة كاريكاتير مثلا او في رسم عامة عملت اتجاه الرياح يمين، يبقى كل الاتجاه يمين، ما تعملش مرة كده ومرة كده. بعد كده بحدد اللي هي التجاعيد بتاعت او اللي هي الانحناءات بتاعت الراية او العالم اللي انا برسمه، تمام، الى حد ما تكون متقاربة، بحيث ان ايه ما تكونش من فوق يعني طالعة لفوق وبعدين انت راسم الخط اللي تحت بتاع الراية عكسه، تمام، بيبقى شكله مش ظريف. تعالى نعمل تصور جديد. هنعملها بقى عبارة عن 3 مستطيلات. طبعا هنرسم الموضوع ده بسهولة جدا، بحيث ان انت بس ايه يدي للفكرة بتاعتك او للرسمة بتاعتك يعني فيها تفاصيل زيادة تنقلها في حتة تانية خالص. زي ما انت شايف عملت ال3 مستطيلات دول، تمام، لازقين في بعض. طبعا يديك ايه تأثير كده ان هو ايه مموج مع الهواء. تعالى نرسم نفس فكرة المستطيلات، ولكن هنزود لها تفصيلة اكتر، مش هخليها ملزوقة خالص في العصاية، خليها مربوطة من فوق ومن تحت. هعمل بقى ايه المستطيلات، مش مستطيل مستطيل، لا المنحنى، يعني الضلع بتاعه منحنى شوية. وبعدين هعمل زي حرف اس مقلوب كده تحت، بحيث ان ايه يديني التجسيمة بتاعت العلم اللي هو ده، يديني التجسيمة بتاعت العلم اللي هو ايه الرفرفة بتاعت العلم، تبقى باينة جدا زي 3D كده. وبتوصلها من ورا طبعا لانها ماشي في الهواء، لا العالم له وش وظهر، تمام. وبتعمل بقى الخطوط غير مستقيمه كده، لا بعملها منحنيه شويه بحيث انها تبقى ماشيه مع ايه الرفرفه بتاعت العالم. يا رب بس يكون الكلام واضح. انا مش عارف انا عارف اوصل اصلا المعلومه دي كويس ولا لا، بس اعتقد مع الرسم الدنيا باينه شويه انها واضحه. انا بظل الباقي ايه بعمل البومبي بتاع العالم، كل جزء
بعمله جاي من غامق لفاتح، من غامق طبعا ورا غامق خالص، وبعدين ده من غامق لفاتح اللي هو من اقصى الشمال كده زي ما انا عامل، عشان يديك احساس الرفرفة او يديك احساس التكسيمة اللي في العلم. طبعا اللون الابيض على فكرة له تظليل، في ناس كتير بتسيبه ابيض ابيض، لا هو له تظليل معين، بس انت بتتقل ايدك وانت جاي من الغامق وبتخفها وانت رايح على الفاتح عشان يديك بالشكل ده. تعالى بقى نطبق بشكل عملي. انا هرسم كده العلم، هعمله كبير شوية وهحاول اطبق فيه الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله اللي فات، هربطه من فوق ومن تحت واخليه سايب كده من النص. طبعا مهم جدا ان انت ايدك تبقى ايه، يعني مرنة مرنة قوي. تمام، بعمل بقى ايه باقي العلم بيرد على الشكل المنحنى اللي انا عملته في الاول، وبوصله من ورا، وببتدي احدد الالوان بتاعتي او الشكل بتاع العلم، ويعني بحاول اتخيل الانحناءات اللي موجوده في العلم. طبعا يبقى يعني جاي من فوق لتحت، تمام، مش بشكل عشوائي ولكن على قد ما تقدر. هبتدي بقى ان انا الون العلم حسب طبعا الالوان الطبيعيه للعلم اللي انت عارفه او الدوله اللي انت عارفها او الرايه اللي انت بترسمها او ايا كان. طبعا ده مثلث، طب المثلث جاء البوز بتاعه كده يعني اتنى مره واحده ليه؟ لان هو جاي مع الكيرف بتاع الانحناء بتاع الرايه على طول. تمام، مش جاي مثلث، انا مش مانيش فرده على ترابيزه قدامي، بتقل ايدي طبعا كل ما باجي من الغامق للفاتح، بخف ايدي لما بوصل للفاتح علشان ادي ايه شكل التكسيمه اللي انت شايفها دي على قد ما اقدر. يعني طبعا ورا بيبقى غامق، كده انا رسمت علم. بالالوان بتاعته وطبعا التظليل اللي في الابيض اللي في النص، في تظليل في ظل ونور في الابيض يا جماعه، يعني عشان بس الناس اللي بتسيب ابيض خالص. ببتدي بقى ان انا احدد بالقلم التحبير بتاعي اللي هو قلم يوني بين، انا بفضل القلم يوني بين، يعني انت ممكن تحدد باي قلم اسود عادي، قلم تحبير اسود، اي قلم في الماستر حتى اسود مش مشكله خالص. وده ايه الرباط من فوق من تحت علشان ادي الشكل اللي في الاخر اللي انا عاوز اوصله. بغمق كده ايه الحتت اللي هي كانت غامقه قوي، بدي بقى ايه تاثير بقى السما مثلا حوالين العلم. طبعا مهم جدا ان انت بتخدم بالالوان على العلم اللي انت بترسمه، اماكن الظل والنور واماكن الانحناءات اللي هي بتبقى موجودة كتير، مهم جدا ان انت تبقى عارف انت بتتقل ايدك فين وبتخف ايدك فين. تمام، حتى لو كان اسود في برضو الاسود درجات، الابيض له ظل ونور زي ما اتفقنا اللي هو مش ابيض خالص ما بتسيبوش ابيض، الاسود فيه اماكن اسود قوي قاتمة واماكن اسود خفيف وبس. يعني دي فكرة بسيطة جدا عن ازاي ترسم علم بيرفرف.